جولة تفقدية يجريها قائد فرقة المشاة 15 للاطلاع على الخطة الأمنية الخاصة بمحرم الحرام في قضاء تل عفر. قمنا اليوم بمراقبة عمل كافة المفاصل في مدينة تل عفر، أيضا لتحقيق الأمان في هذه المدينة العريقة، وأيضا ملاحظة متطلبات المواطنين، أيضا المواد اللوجستية الأخرى. نعتبر المواطن هو أساس الأمن. ينفذ لواء المشاة 73 عمليات تعرضية في محيط قضاء تل عفر، خاصة المناطق المفتوحة والسلاسل الجبلية المنتشرة بها، من خلال خراج الكمائن والدوريات المستمرة ليلاً ونهاراً، إضافة إلى حماية المواكب داخل المدينة بالتعاون مع الحج الشعبي المقدس ومديرية شرطة تل عفر. وحالياً أنت مثل ما شفت الموقف جيد، وهناك تعاون كبير من المواطنين. نطمن مواطنينا في قضاء تل عفر بأن الأمان إن شاء الله بسواعد الرجال مؤمنة بالكامل خارج وداخل تل عفر. نعم، كما تلاحظ الآن أوقات متأخرة من الليل، والمواطنين يمارسون الشعار الحسينية بكل أريحية. وضع الحمد لله بجهود القوات الأمنية، جيش وحشد الشعبي والشرطة وجميع الوكالات الأمنية بتعاونهم، أمن جيد جدا والوضع مستقر، والمواكب يمارس الشعائر الحسينية بحفاوة ومطمئنين من الأمن.